حينما يتحدث أب عن أب فحتماً مشاعر الأبوة الحانية والحاسمة ستطغى على الحديث، ولكن إذا كان كل من الأبين أباً لملايين الأبناء حول العالم من جنسيات وثقافات وبلدان وأعمار مختلفة فحتماً الأمر سيكون أكثر اختلافاً. ولكن حينما يكون الأب بطريركاً وراعياً يتحدث عن بطريرك وراع آخر سبقه وعصره فحتماً الأمر سيكون متفرداً، لأننا سندخل عالم لم يعرفه عن قرب سوى 118 شخصاً فقط في الكون. من هذا المنطلق مشاهدينا تتبارك ألسنتنا اليوم بالحديث عن مثلث الطوبة والرحمات، قداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث البطريرك 17 بعد 100 في الذكرى الأولى لنياحة قداسته، بينما تتبارك مسامعنا بالاستماع إلى قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. برحب بحضراتكم وبدعوكم علشان ترحبوا معايا بأبينا وحبيبنا ورعينا وسيدنا قداسة البابا. أهلا بيكي وشكرا على المقدمة الجميلة دي. دي أقل حاجة سيدنا، جزيل الشكر للوقت الثمين. وبجد يا سيدنا أنا بشكرك من قلبي، بركة كبيرة وشرف كبير جدا لقاء قداستك النهاردة. ناخد بركة، وبالذات لما يبقى الموضوع يعني موضوع يخص سيدنا البابا شنودة، ده حاجة محببة إلى نفوسنا. ربنا يخليك لينا يا سيدنا يا رب. سيدنا في البداية أكيد محتاجين نرى قداسة البابا النهاردة بعيون مختلفة، رؤية يمكن رباعية الأبعاد، من خلال عيون دكتور وجيه صبحي الخادم، من خلال عيون الراهب أبونا ثيودور الأنبا بيشوي، من خلال عيون الأنبا تودروس الأسقف العام بالبحيرة، وأخيرا من خلال عيون قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هل سيدنا رؤيتك لقداسة البابا شنودة اختلفت وتميزت عبر مراحل سنية عمر قداستك المختلفة؟ البابا شنودة الله حباه بعمر طويل وحبرية عظيمة مباركة ممتدة. علشان نحدد المدى الزمني، البابا شنودة كأسقف عام للتعليم وكبطريرك حوالي 50 سنة، نصف قرن. فاحنا بنتكلم في مدى نصف قرن. لكن من الصدف الجميلة أن اعتلاء البابا شنودة للسدة المرقسية كان في نفس الوقت أنا ابتديت الدراسة في الجامعة، فكان الواحد ابتدى يعني في الوعي بقى وطالب جامعي، وابتديت أخرج بقى من نطاق دمنهور اللي اتعلمت فيها ابتدائي وإعدادي وثانوي لنطاق الجامعة بقى في اسكندرية مع زملاء من بلاد كتيرة، مع أصحاب من محافظات تانية، كنائس تانية من اسكندرية نفسها. فكانت النتيجة ان بقى بنتكلم على سيدنا البابا الجديد بتاعنا البابا شنودة، كان بيجي اسكندرية كتير. وأتذكر بعض المواقف القليلة، يعني كان البابا شنودة يعمل مؤتمر للخدام في كنيسة ماريمينا فليمينج في اسكندرية، والمؤتمر ده كان مؤتمر مؤثر فينا جدا، لدرجة كنا كخدام في دمنهور ما نروحش مجموعة عشان نحضر الأربع خمس أيام بتوع المؤتمر، نروح 3 النهاردة يحضروا يوم واحد ويرجعوا، ويروح بكرة 3 تانيين ويرجعوا، وتلاتة عشان ندي مساحة أكبر للحضور. كان مؤتمر مؤثر جدا. أنا فاكر في سنة من السنين كان عن الأجبية، الأربع أو الخمس أيام صباح ومساء يتكلم عن الأجبية، فطبعا كانت تعتبر جرعة طيبة جدا في حاجة كنسية وكتاب كنسي مهم. موقف تاني مع قداسة البابا وأنا قبل الرهبانة، يعني كان سيدنا البابا بيدرس لنا في الإكليريكية في اسكندرية، درس لنا حوالي شهور معدودة يعني، فكان في يعني قرب منه، وطبعا طريقته في التعليم طريقة رائعة، والحوار اللي كان بيديره معنا أتذكره كويس خالص. الحاجة الثالثة، لما حصلت أزمة سبتمبر 81 بين الكنيسة وبين الدولة، صحيح، فالبابا وضع تحت التحفظ في الدير، دير الأنبا بيشوي، فابتدى مجموعات تروح تزور سيدنا البابا.
فإكليركية إسكندرية خدت تصريح وراحت تزور سيدنا. كنت أنا واحد من المجموعة اللي راحت وتقابلت في وسطهم ويا سيدنا، وطبعا قعد بلطفه الجميل ده ويانا. وفي نهاية الجلسة قال لنا كل واحد يختار كتاب من اللي أنا عملته أو وضعته يعني عشان أقدمه له هدية. فكل واحد قال كتاب، اسم كتاب، وأنا اخترت الكتاب بتاع الله وكفى. فقام سيدنا البابا جاب لنا الكتب دي ومضلنا عليها إهداء، وكتب لي إهداء بالاسم الابن المبارك فلان الفلاني، وما زال الكتاب ده أنا أحتفظ به. وكانت الزيارة دي يوم 18 مارس سنة 83، أنا فاكر تاريخها بالضبط يعني، لأنه هو كتب التاريخ مع توقيعه. من 20 سنة بالضبط يا سيدي. من 20 سنة، من 20 سنة. 30 سنة. 30 عفوا. 30 سنة. 30 سنة. 30 سنة. يعني هي دي المرات. لكن طبعا في مرة تانية إن قداسة البابا زارنا في دمنهور سنة 78 عشان يضع حجر أساس الكاتدرائية اللي هي الكاتدرائية الأم في دمنهور، كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور. كانت زيارة جميلة قوي. وفي نهاية الزيارة نيافة أنبا بخوميوس مطران البحيرة عمل زي يعني حفلة ختامية للزيارة، فحضر فيها سيادة المحافظ اللي كان موجود وطبعا أحباء كتير. وكنا قاعدين في مكان خلوي أوبن أريا كده في المزرعة عندنا في دمنهور. فوقف البابا استوحى الكلمة اللي قالها من الجو. كنا الساعة 5 العصر فالجو هادئ، في أصوات عصافير قليلة، الهوى حلو. فاتكلم عن الهدوء وقال أنا بزور محافظة هادئة وأسقف هادئ، يقصد أنبا بخوميوس، ومحافظ هادئ ومكان هادئ. واتكلم كلمة يعني استوحاها من الجلسة اللي كنا قاعدين. دي المرات اللي أنا اتقابلت فيها ويا سيدنا البابا وشفته فيها. ليا بعض الصور، صور كده وأنا باخد بركته وبسلم عليه، وطبعا الكتاب اللي أهدى لينا. يعني هي دي بس المواقف، غير طبعا العظات اللي كانت تبقى مسجلة أو المذاعة على التلفزيون، زي الخطاب الشهير اللي قاله سنة 77 اللي كان حاضر فيه رئيس الجمهورية أنور السادات وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا. ده كان خطاب مهم جدا، والبابا تكلم فيه كلمة قوية جدا، وكنا أول مرة نسمع العبارة بتاعت باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. سيدنا، يمكن قداستك بتسترجع الذكريات بدقة يعني ملحوظة، لدرجة أن قداستك يعني متذكر حتى كمان التواريخ والعبارات اللي قداسة البابا كان بيرددها. يعني ده يخليني طبعا أسأل، إذا كان يعني قداسة البابا رحيله ترك بصمة واضحة في قلوب الملايين من المصريين وحول العالم، فما بالنا بقى إذا كنا بنتحدث عن من يتذكر أدق التفاصيل، إيه اللي تركه رحيل قداسة البابا في قلب قداستك يا سيدنا؟ أنا أولا حكيت لك على الفترة، أنت قلتي بأربع رباعية الأبعاد. الحديث أكيد عليها سيدنا. طبعا رحيل سيدنا البابا يعني بلا شك له تأثيره القوي، لكن إحنا بعيون ممتلئة بالإيمان وقلوب عامرة بالإيمان مفيش إنسان بيعيش على الأرض forever يعني كل إنسان سينتقل، ده طريق الإنسان على الأرض. لكن بننظر إن واحد زي سيدنا البابا أدى دوره بأفضل ما يكون، وجاءت لحظة النهاية. طبعا الفراق له تأثيراته، وبالذات لما شخص له هذا الحب الجامع والشامل. لكن يعني أنا متأكد إن اللي بنحبهم، الأشخاص اللي بنحبهم لما بينتقلوا بيفضلوا عايشين أيضا في قلوبنا. يعني أنا إحساسي الشخصي النهاردة
وحتى بعد يعني قبل اختياري كبطرك في الكنيسة احسست ان البابا حاضر وياني. وبعدين في حاجة لازم حضرتك تاخدي بالك منها، ان يكاد يكون المجمع المقدس كل الاباء المطارنة والاسقفة بوضع يد البابا شنودة. دي حاجة نادرة في التاريخ، نادرة. مجمع كامل يقترب تعداده من 100 كله بوضع البابا واحد. فدي حاجة يعني حاجة فعلا فريدة. فطبعا وجود العدد الأباء في أباء الأعضاء في المجمع المقدس كأنه وجود للبابا. يعني كل الأعضاء بما فيهم أنا مجرد تلاميذ نلنا وضع اليد ونلنا الدرجة الإسقفية من وضع يد سيدنا البابا. أكيد يا سيدنا. سيدنا، بما أني قدستك ذكرت فترة بداية الثمانينات والإقامة الجبرية لقدسة البابا شنودة، وأنت الآن بتترأس الكنيسة وفي نفس يعني مش عارف أقول الرتبة الكهنوتية أو الإقامة الروحية لقدسة البابا، تدرك تماما صعوبة وقسوة هذه الإقامة الجبرية. كيف تراها الآن يا سيدنا؟ يعني هل رؤيتك لهذه الإقامة الجبرية وقتها اختلف عن رؤيتك لها حاليا؟ هي كانت أزمة بين الدولة وبين الكنيسة. صحيح. والحقيقة الأزمة دهية كانت لها مبررات وأسباب كتيرة، لكن الكنيسة اتخذت فيها كده خالص. لكن نحن نؤمن تماما أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فعلا هو الله قادر أنه يستخدم كل شيء. طبعا الفترة دي البابا لما قعد في الدير مش حاجة وحشة، صح؟ يمكن ممتنع أو بعيد عن ممارسة مسؤولياته، لكن ده الدير. حد يطول يقعد في الدير؟ أنا عندي الساعة في الدير، ساعة واحدة في الدير تساوي أسابيع برا الدير خالص، أو الساعة الخلوة بصفة عامة. الدير مش مجرد أسوار يعني. دي نقطة. النقطة الثانية إن البابا استغل الفترة دهية استغلال إيجابي، فاستغلها مثلا في فترة خلوة وفي فترة شبع وفي فترة عبادة وفي فترة تأليف وفترة تأمل. ما كل ده انعكس على الخدمة بعد كده. أكيد. حضرتك لو قريت المقدمة بتاعت كتاب حياة التوبة والنقاوة، وده أحد الكتب الكبيرة اللي عملها سيدنا البابا. صحيح. يقول إيه؟ إن كانت ناس كتيرة تقول له إن توبتنا اتأخرت عشان أنت ما عملتش كتاب عن التوبة. فأقول لهم صلوني إن ربنا يديني وقت. فلما أعطاني وقت اللي إحنا بنسميه بقى الإقامة الجبرية عملت الكتاب. يعني شوفي فلسفة الأمر، إن ده وقت سمح بي الله علشان يضع الكتاب. ده بيفكرني بحاجة مهمة أوي في التاريخ أحب أذكرها. قديس يوحنا ذهبي الفم في يوم منع الملكة أفدوكسيا إنها تدخل الكنيسة في القرن الرابع لأنها اغتصبت حقل إنسان فقير، فمنح وقف اتنين شمامسة على باب الكنيسة وأغلقوا الباب عندما أتت. فهذه الملكة استشاطت غضبا، عايزة تنتقم من هذا البطريرك. فقالت له، هو كان صحته ضعيفة وطبعا زمان الطرق مش ممهدة، فقالت له أنا هنفيك لآخر بلاد الإمبراطورية. تقصد إيه؟ تقصد أنه ينتقل من القسطنطينية على المركبات اللي بتجرها الخيول في طرق مكسرة، يوم طول ما هو ماشي جسمه عمال يتهز في المركبات دهية على ما يوصل هناك هيموت. واخد بالك من الخطة الخبيثة يعني. رد عليها قال لها ايه؟ قال يا سيدي، قال لها عبارة جميلة قوي، قال لها كتر خيري هتخليني اتفرج على بلاد عمري ما شفتها. واخد بالك ازاي فلسفة الامر، ازاي النظرة الايجابية للامر. البابا شنودة لما ربنا عطاه وقت استغله استغلال حسن، وده كان لصالح الكنيسة. أكيد يا سيدنا. سيدنا، يمكن قدستك ذكرت جملة غاية في الأهمية. ذكرتك بتقول لنا إن ساعة واحدة في الدير يمكن بالحياة كلها.
وأنا هنا الحقيقة يمكن بتذكر أن شهر يوليو بيجمع ما بين سيامة قداسة الكراهب وأيضا سيامة قداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث كراهب أيضا. دي مصادفة رائعة تخليني بقى أرجع لأهم محطات الذكريات اللي كانت بتجمع ما بين قداسة الكراهب وما بين قداسة البابا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد إيه حياة قداسة البابا الرهبانية أثرت في قداستك. طبعا البابا شنودة نموذج رائع أمام شباب اللي في سني واللي أصغر مني واللي أكبر مني في الرهبنة وفي التكريس، وده كان نموذج أعتقد أنه ألهم مئات من الناس وألاف من الناس علشان يكرسوا حياته. دي طبعا حاجة مهمة خالص في الرهبنة. أنا نلت نعمة الرهبنة في 31 يوليا سنة 88. أنا دخلت الدير 86 وترهبنت في 88. طبعا اللي قام بالرهبنة البابا شنودة وعدد من الأباء الأسافة، ونلت الرهبنة في دير أنبا بشوي، وهو نموذج قدامنا. وبالذات إحنا في دير أنبا بشوي كنا نشوف البابا كتير لأنه بيجي المقر الباباوي ملحق بالدير، فكان بنشوفه فترات متقاربة كتير. أفتكر حضوره في أسبوع الألام في الدير، بعض القداسات خلال السنة، حضوره مثلا في افتتاح كنيسة العذراء في الحصن في الدير برضو سنة 86 يوم 22 أغسطس في عيد العذراء، في بعض المقابلات اللي كانت تتم في صالون الضيافة في الدير، لما كنا نروح لسيدنا البابا عشان نعيد عليه في المقر الباباوي ويعيد علينا. كل دي كانت مواقف كتيرة. طبعا كان بينظر لي ان انا طويل فيقول ده اطول راهب في البرية، يعني يضحك وياي كده. وبصفة عامة كان قريب لينا في الدير أنبا بشوي. دي في فترة الرهبنة اللي جوه الدير. الرهبنة اللي بره الدير يعني لما خدمت بقى ككاهن بره، برضو من نزلت أخدم كاهن في دمنهور سنة 90. في نفس السنة دهيت أنا نزلت في فبراير، سيدنا البابا جه زار دمنهور في سنة 90 في شهر 9. في الشهر ده يوم 2/9 رقى نيافة أنبا بخمس مطران 2/9/90، وافتتح الكاتدرائية اللي حط حجر أساسها سنة 78. وكانت فرصة بقى أنا راهب بخدم وقريبين له خالص، وعدنا وياه وتكلمنا وياه. ويوميها في ترقية نيافة أنبا بخمس كان نيافة أنبا بشوي كمان، ودي كانت بركة كبيرة إن تتم ترقيتهم مش في الكاتدرائية هنا في القاهرة، تتم في كنيسة جديدة أو كاتدرائية جديدة في إبرشية من الإبرشيات. كان في فرصة للحوار وياه، وكان في فرصة نتناول الطعام معاه، وكان في فرصة يعني عمل حلو وياه. كمان اشتركت في بعض اللقاءات اللي تمت في أبو تلات وشارك فيها سيدنا البابا وعلمنا فيها محاضرات. دي في فترة الرهبنة وياه، رهبنتي يعني. حضرتك بتذكري ان الرهبنة كانت في نفس الشهر أكيد. ده كانت هتبقى في نفس اليوم، يا خبر يا سيدنا، في نفس اليوم، بس من الزحمة قداسة الباب ما قدرش يدخل الكنيسة، كنيسة الدير، من زحمة الناس، فأجلوا الرهبنة أسبوعين من 18 ل 31. سيدنا أعتقد أنه حتى لو كان ميعاد الرهبنة يتأجل أسبوعين، لكن الميعاد الحقيقي يمكن يكون فيه إشارة يا سيدنا من السماء أن قداستك هتخلف قداسة البابا. مش عارف يعني، دي بنفسرها بعد ما الحدث حصل ربما. لا دي يمكن كان في حوار سابق مع نيافة الأنبا بخوميوس ذكر لنا أنه أعطاه عصا تذكارية، يعني يمكن سيدنا مسكها وقت ما كان قائم مقام، فضل محتفظ بيها سنوات عديدة، فكان سيدنا بيرى أن هي يمكن إشارة أو دلالة ما من السماء. فربما أيضا البعض بيربط بين المصادفة الجميلة دي أن هي ربما أيضا تكون إشارة من السماء سيدنا، يعني ممكن. سيدنا خلينا ننتقل بقى لرؤية قداستك
لقداسة البابا شنودة الثالث من عيون بقى الأنبا طوادروس الأسقف العام بالبحيرة. هل الرؤية اختلفت يا سيدنا؟ وهل الذكريات أيضا اختلفت؟ طبعا طبعا. عايز أقول لحضرتك على حاجة قبل ما أسيب فترة الرهبانة. اتفضل يا سيدنا. وأنا في الدير لما أتكلم نيافة أنبا بخوميوس مع البابا ومع أنبا سربومان عشان أنزل للخدمة يعني وأنا راهب، فكان يوم أربع، فنزلنا من الدير، نزلت من الدير يوم 15 فبراير سنة 90، فوصلنا لغاية باب الكاتدرائية في دمنهور. أنا كنت بقى سايب دمنهور بقى لي كذا سنة. فوصلنا باب الكاتدرائية، وقفنا على باب الكاتدرائية بعد ما نزلنا من العربية أنبا بخوميوس وأنا، وبعدين بص كده وقف زي واحد بيفكر في حاجة، وراح قال لي إيه، أنا راهب، راهب كاهن، قال لي ندق لك الجرس. فأنا طبعا هرد أقول إيه، واحد زي بيشاور بيشاور داخله ندق لك الجرس. راح نادى على الغفير اسمه نظير عندنا في دمنهور، يا نظير، نادى عليه بسرعة دق الجرس. كل ده احنا على باب الشارع قبل ما ندخل الكاتدرائية. برضو دي كانت حاجة غريبة خالص. وما اوكي، ما هي إشارة أخرى سيدنا؟ لا يعني ما كانتش في اللي أنا مجرد راهب هخدم، وما كان عارفه يعني، مش مكان غريب بالنسبة لي، لكن ممكن بقى تحسبيها في باب الإشارات يعني. بالتأكيد يا سيدنا. حتى لما أسأل أنبا بخوميوس يقول لي أنا مش عارف ليه. يا خبر. يعني هو فكر مش عارف ليه. دي كانت برضو حاجة غريبة خالص حصلت. وأنا متذكر لما كان واقف أنبا بخوميوس بيشاور نفسه ندق لك الجرس يعني. المهم يعني كانت إشارة. اترسمت أنا أسقف 15/6 سنة 97 مع ثلاث أباء أحباء، نيافة الأنبا رافائيل، نيافة الأنبا سوريال، نيافة الأنبا غبريال، وكانت دفعة كلها أباء أسقف عموم. وزي ما حضرتك عارفة أن الأسقف العام مش عايز غير تزكية البابا، لكن البابا يوميها فوجئ أن الكنيسة مليانة بالشعب. كان فرحان جدا أن الشعب الفرحان حضوره كأنه يزكي الأباء، وكأنه بيأكد على قرارات البابا في اختيار هؤلاء الأربعة أنهم يكونوا أسقف عموم. كان يوم مفرح الحقيقة، كان يوم حر قوي، وخدنا بركة وضع اليد للأسقفية من قداسة البابا وأباء المجمع المقدس، وقعدنا فترة ويا البابا عشان إحنا أسقف عموم المفترض مفيش شعب، فهو عايز يعرفنا على الشعب، فخلانا وياه مدة 35 يوم 40 يوم نلف وياه، يروح اسكندرية يروح اسكندرية، يروح الدير ده أبو سفين نروح دير أبو سفين، يزور هنا دير مرمينة نروح دير مرمينة عشان الناس تعرفنا يعني. مثلا من الحاجات اللطيفة، بعد رسامة بأربع خمس أيام رحنا اسكندرية مجهدين ومرهقين، فالبابا بلطفه البالغ قال للأخ السواق خدهم خليهم ينزلوا يشموا الهوا شوية على كورنيش اسكندرية، مجرد في العربية كده، والعربية نمشي من غير أي مشوار محدد يعني، نمشي ساعة ولا ساعتين بالعربية عشان نشم الهوا بتاع اسكندرية يعني. دي لمسات الفاين تاتشز، دي لمسات أبوية رائعة. فعلا عملت لنا ريفريشن. مثلا رحنا نزور بيت من بيوت الخلوة، فهو يظهر كان قايل لهم رحنا لأنهم عاملين تورتة وعاملين استقبال لينا بقى وفرحانين يعني، وهكذا. دي طبعا كان في اجتماعات كتيرة بنتقابل فيها سيدنا البابا، لكن في موقف لطيف خالص حصل وياي ما انساهوش أبدا. في أول القداسات اللي بنصليها مع كل المجمع في الكاتدرائية هنا، المفترض إحنا آخر أربع أسقفة مرسومين، فإحنا في آخر ترتيب الصلاة يعني، الجزء اللي هنصليها يبقى في آخر القداس خالص، شيء طبيعي يعني. وبعدين أول خطوة في القداس
اللي هي في صلاة الشكر اللي بيصلي، بابا طبعا كان ساعتها اللي بيصلي، بيحط القارورة بتاعت عصير العنب في الكاس دي في أول صلاة الشكر خالص. ففوجئت إنه قال للشماس اللي جنبه أو قال للراهب اللي جنبه مش عارف إيه، اندهلي أنبا طوادروس. ده في أول الصلاة، مفروض طرد إن إحنا في آخر الصلاة. فجه يقول لي كلم سيدنا البابا، البابا بيصلي على المذبح وأنا آخر واحد يعني في الآخر خالص، إيه يعوزني البابا دلوقتي في اللحظة دي؟ أفكار كتيرة لكن ملهاش إجابة. دي إشارة جديدة يا سيدنا برضو. أنا أول مرة أذكر الحكاية دي صحيح يعني. طب يعوزني البابا في الوقت ده ليه؟ مفيش حاجة، ده هو مشغول في الصلاة يعني. حتى افرض هيقول لي موضوع أو هيكلمني في حاجة في وقت ما يكونش على المذبح، ده بيصلي. فرحت أنا في غاية الاضطراب وعلامة استفهام كبيرة قدامي، مش عايزني البابا ليه؟ ففوجئت بقى بحاجة لطيفة قوي لما وقفت جنبه، قال لي بص كده شوف الكاسة اتملى ولا ما اتملاش. كويس. هو طبعا الكاس عالي وبعيد، وده تنفيذا لكلمة انه اطول راهب في البرية، فعايزني بس اشوف الكاسة اتملى لغاية فين عشان لما يحط المية يبقى حدودها امان. كان موقف لطيف خالص خالص، ويعني رجعت مبسوط. المهم يعني في مواقف كتيرة تقابلنا فيها ويا سيدنا البابا، تقابلنا في مواقف مناسبات رسمية زي مثلا احتفالية الألفية الجديدة سنة 2000، تقابلنا في مناسبات توديع بعض الأباء الأسافة اللي انتقلوا للسماء. تقابلنا كتير ويا سيدنا البابا في زيارته لليبيا عشان استلام جائزة حقوق الإنسان، يعني مقابلات كتيرة ومحاضرات كتيرة، وكان بقى قريب خالص لينا، ويعني باعتباري أسقف وسط المجمع بنشوفه باستمرار وبنتكلم وياه باستمرار. لما تعب وسافر في كليفلاند علشان العلاج، أباء كتير سافروا لزيارته، وكان لي بركة أن أنا أزوره هناك في شهر أغسطس ونقعد وياه ونتكلم وياه. كانت فرصة حلوة خالص نحكي له على الخدمة بتاعتنا ويسألنا، كان جو هادئ يعني، كانت فرصة طيبة خالص ولقاءات كتيرة ويا سيدنا البابا. سيدنا من محطة دكتور وجيه وأبونا في إدور ونيافة الأنبا طوادروس لمحطة قداسة البابا طوادروس الثاني. قداستك اعتليت كرسي مار مرقس الرسول بعد حوالي 218 يوم من خلو الكرسي. يا حسبتيها؟ حسبتها يا سيدنا. 218 يوم؟ 218 يوم. أنا ما حسبتهاش. أنا حسبتها يا سيدنا. وعارفة أن تذكار يوم الرسامة، يوم التجليس ده، هو تذكار اجتماع 318 في مجمع نقي، أباء مجمع نقي. الله يا سيدنا. إشارات عديدة في اللقاء النهاردة يا سيدنا. كلها 18. سيدنا الحقيقة من وقتها يعني منذ ذلك الحين وحتى الآن وقداستك بتدير شؤون الكنيسة، بننقل لك ألمنا وهمومنا ومشاكلنا وطموحاتنا وأحلامنا. وتدرك قداستك حجم هذه المسؤولية وتديرها بنجاح ملحوظ منذ ذلك الحين وحتى الآن، وإلى أن يا رب تسلم الكنيسة لربنا للمسيح. عايزة أسأل قداستك، كيف ترى وكيف تقيم نجاح قداسة البابا في إدارة شؤون الكنيسة وهو كان يبلغ من العمر قرابة 90 عاماً وكان يعاني من الأمراض ومن الألام الكثير؟ خصوصاً يا سيدنا إذا سمحت لي، إن إحنا بندرك جيداً إن قداستك ما عندكش وقت حتى تنام، يعني إحنا اكتشفنا إن قداستك بتنام ساعتين فقط يا سيدنا. للأسف للأسف النوم ممنوع. ربنا يديك الصحة سيدنا. عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جداً. البابا شنودة ابتدى خدمته كبطريرك للكنيسة في نوفمبر 71. في التاريخ ده كانت الكنيسة عبارة عن 4 أو 5 كنائس خارج مصر، ولنا من الأساقفة خارج مصر 3، 2 في السودان 1 في كرسي الأورشليمي.
وعدد المجمع المقدس 23 أو 24 واحد من الأباء الأسقف. ده كل الكنيسة باجتهاد وبنشاط وبعمل وبإخلاص الكنيسة ابتدت تكبر. علامة نمو ابتدت تكبر على أيدين البابا شنودة. بتكبر بالتدريج. يعني تعالي مثلا ندي مثال، عدد الأباء الأسقفة قلنا 23-24، حاليا مثلا اقتربوا من 100. صحيح. مثلا 3 أسقفة برا مصر، حاليا 24 برا مصر. مثلا عدد الكنائس مثلا حوالي ما يقرب من 400 كنيسة برا مصر. فالنمو التدريجي ده جعل البابا، لأنها بتنمو على أيديه وبتنمو بأوامره وبانتشاره بزياراته بمحاضراته بمقابلاته، فالنمو ده نمو تدريجي، فكان مستوعبه كله. النهاردة احنا بنشوف كنيسة بهذه الامتدادات الجديدة والكتيرة خالص، محتاجة وهي كده نظام إداري عشان يساعد في إدارة هذا الاتساع وهذا الانتشار. فبلا شك البابا شنودة أدار العمل بحكمة الأب اللي العمل كبر على أيديه ولاده. يعني إن كان استلم الكنيسة فيها 3-4-5 كنائس برا مصر، النهاردة بيبقى فيها 400 هم ولاده. يعني الفرق من 5 لغاية 400 ولاده، أما يزيدوا 5 بقوا 10 والعشر 20 والمية بقوا 200 لغاية ما وصل العدد ده. فهو بلا شك أدار بنجاح. ضيف لكده الذاكرة الحديدية القوية والشخصية اللي مليانة كاريزما والطاقة الكبيرة اللي كان بيبذلها، كل دي مؤهلات جعلته يقدر يضم ويجمع الكنيسة كلها في قلبه رغم كبر السن ورغم شدة ألم المرض. طبعا لكن أولا دي في المراحل المتأخرة أكيد، يعني السنوات المتأخرة. ثم أن ما تنسيش أن عمل الروح يجدد مثل النسر شبابك. أكيد. يعني اللي بيشتغل ويا ربنا ده مش بيعجز. مرة سيدنا البابا أنبا شنودة في القاعة دي كنا بنحتفل بعيد ميلاده 80 وكلنا قاعدين أباء أسقفة وفرحانين بقى أبونا في وسطنا، فحب يحكي لنا حكاية. فقال لنا كده: لما كنت شابا في 70 من عمري. فهو بيعتبر نفسه شاب في 70. فاللي بيخدم المسيح مش بيعجز، يعني بيبقى شباب على طول. أكيد يا سيدنا. سيدنا يعني قدستك لخصت لنا ميزات العصر الذهبي للكرازة في عصر قداسة البابا شنودة الثالث ببراعة منقطعة النظير. أنا هستغل هذه البراعة أيضا وأتطرق لموضوع آخر، وهو توالي وتعاقب فترات الحكم في عهد وفي حبرية قداسة البابا. قداسة البابا عاصر الرئيس الراحل السادات، الرئيس السابق مبارك، حكم أيضا المجلس العسكري والثورة المصرية بطبيعة الحال، وبداية ظهور الإخوان في الحكم. إلى أي مدى يا سيدنا قداستك كنت بترى في قداسة البابا بيتعامل بميزان حساس طبقا للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ طبعا بيتعامل بميزان حساس، وده مفترض في كل وقت يتعامل بميزان حساس. لكن زي ما التاريخ المصري يشهد ان الكنيسة القبطية مؤسسة مصرية خالصة مستقلة لم تحتل ابدا. أكيد. دي صفة مهمة جدا. الوطن احتل لكن الكنيسة لم تحتل. الله يا سيدنا. يعني الوطن جه مثلا احتلال انجليزي، احتلال فرنسي، احتلال عثماني، احتلالات كتير خلاص، لكن الكنيسة بقيت صافية 100% مصرية خالصة، ومن هنا بتستمد وطنيتها. مصرية خالصة ما فيهاش أي شائبة. دي نقطة مهمة جدا. فالتعامل سواء في فترة الحكم دي أو دي
ينبع من أصل مصري واتجاه وطني صرف خالص. ضيف لكده أن حسب مسيحيتنا نكرم الملك، نكرم كل من هو في منصب، ده تعليم الإنجيل لكي نقضي زمانا هادئا. عشان كده احنا بنصلي من أجل كل من هو في منصب، بنصلي من أجل رئيس الأرض، وبنصلي من أجل كل معاونيه، بنصلي من أجل الجند، الجند اللي هما بيحفظوا الأمن وبيقدموا الحماية للوطن. ده تعليم الكنيسة. فالمبادئ اللي صار عليها قداسة البابا شنودة هي نفس المبادئ اللي احنا ماشيين عليها. قلبنا مفتوح للجميع، نحب كل أحد، سواء الرئيس ده أو الحزب ده أو الجماعة ده، هي لهم في قلوبنا نفس المحبة. سيدنا، من المتغيرات السياسية للطائفية، يمكن حبرية قداسة البابا شهدت العديد والعديد من الأحداث الطائفية اللي ربما البعض بيختزلها في مجرد مسمى أحداث طائفية، لكن البعض الآخر بيصفها بالاحتقان الديني، والبعض الآخر بيصفها بالاضطهاد، وأحداث يعني كلنا بنتذكرها الحقيقة وما أكثرها. من هنا سيدنا عايزة أعرف من قداستك تقييمك لحكمة قداسة البابا في هذه القضايا الشائكة من ناحية، ومن ناحية أخرى إزاي كان قداسة البابا بيزن بين حبه للكنيسة وحبه لمصر؟ البابا شنودة كان طويل البال جدا، وهذه صفة تحسب له وتحسب أيضا للإدارة في الدولة. لولا طولة البال لكان وقعت أحداث أصعب وكانت ردود فعل أصعب، لكن طولة البال ده هي تودي فضيلة أيضا مسيحية طول الأناة حافظ عليه من أجل السلام. دي نقطة. النقطة الثانية ودي الغائبة واللي بتجعل مثل هذه الأحداث ستكرر، إن القانون ليس حاسما. صحيح، في تعبير كده، تعبير الدولة الرخوة. في آية في الإنجيل تقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. رخاوة يعني كسل. القانون ده معمول عشان ينظم الحياة. شوفي مثلا في المسيحية الإيمان، عشان يبقى الإيمان سليم حطوه في صورة قانون، قانون الإيمان. صحيح. القانون ده عبارة عن عبارات واضحة محددة جامعة شاملة قاطعة حاسمة لا تقبل التأويل. هو ده القانون. عشان كده الإيمان نقول عليه، شوف احنا بعد 2000 سنة نقول إيمان مستقيم، كلمة أرثوذكسي يعني إيمان مستقيم. فالاستقامة دي جاية من سلامة إن الإنسان عايش بهذا الفكر المستقيم والإيمان المستقيم، إن في قانون حفظ هذا الإيمان. أي دولة، وطبعا مصر يعني الوطن اللي بنعنيه بالأكثر، أي دولة تحتاج قانون واضح. القانون ده يعطي أنت تعملي إيه وما تعمليش إيه، إيه حقوقك إيه واجباتك. عشان كده أنا قدام الحاجات دي أنا بتعجب، أين القانون؟ أين يسكن؟ متى يستيقظ؟ متى يؤثر؟ كل دي أسئلة وعلامات استفهام إجابتها مش عندي، عند المجتمع، عند الدولة. ده شيء مهم جدا، بالذات لو كان عندنا نية خالصة من أجل الوطن. اسمعي كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول برضه عبارة جميلة قوي، يقول علينا أن نصنع ما نستطيع فيعمل هو معنا ما لا نستطيع. يعني أنا علي أعمل الواجب المطلوب مني بالضبط. طب ده لسه في حاجات، يقول ربنا هيكملها لك بقى. تصوري للدولة خدت بهذا المفهوم، تعمل قانون صح، تطبقه صح،
مش وقت يصحى ووقت ينام. أهو ده. بما أني قدستك ذكرت كلمة الدولة، فالدولة أكيد يا سيدنا دورها في جنازة قدست البابا وفي ذكرى الأربعين كان دور يعني الحقيقة ما نقدرش ننكره، لكن أكيد يا سيدنا رائع أكيد، ودور مشرف ودور يقدم مصر للعالم كله بصورة رائعة، وفعلا هو كانت كده أكيد يا سيدنا. لكن على الجانب الآخر دورها بعد أحداث الجنازة وذكرى الأربعين، البعض بيصفه بأنه دور يعني مبطور ناقص، لأنه فين تكريم اسم قدسة البابا؟ فين إطلاق اسمه على إحدى الجوائز، على المنح الدراسية، على شوارع وميادين؟ فين تكريم يليق بشخصية وطنية يعني ليست مجرد رمز ديني ولا قيادة روحية، لكنها شخصية تاريخية بكل المقاييس؟ هو رمز مصري أصيل. أنا بسمي البابا الشنودة عطر مصر، العطر، البرفان بتاع مصر. صحيح، لأنه شخص اجتمعت حواليه كل اتجاهات وأطياف المجتمع المصري والمجتمع العربي والمجتمع الدولي كله. فطبعا ده العطر، ده الصورة بتاعت مصر الجميلة. حكاية التكريم دي بقى، أولا في انتقال سيدنا التكريم، التكريم الشعبي كان أهم تكريم. أكيد التكريم الرسمي كان تكريم رائع، خاصة دور القوات المسلحة بكل أجهزتها، بداية من سيادة المشير وسيادة الفريق، كل الضباط وكل الجنود اللي ساهموا وشاركوا وتعبوا وبذلوا واجتهدوا أنهم يقدموا مصر في هذه الصورة الجميلة. التكريم لا يطلب، مش كده؟ أكيد التكريم ده إحساس يعني من المجتمع. نحن نرجو أن يكون هناك صورة من صور التكريم الجميلة على مستوى الكنيسة. الكنيسة في تذكرة السنة هتقدم جائزة خاصة، جائزة الحكمة والتعاطف باسم البابا شنودة، ودي هتبقى جائزة سنوية وهتقدم في هذا العام للطبيب الأمريكي اللي أشرف على علاج البابا لمدة 6 سنوات. ده كمثال يعني. في تكريمات كتيرة خالص، سواء من خلال بعض الاحتفاليات اللي تقام أو بعض المعارض. حاليا بيعد متحف بطريركي لائق بقدس البابا، وهكذا يعني بتقدم أمور. خصصنا عدد مجلة الكرازة اللي صدر يوم الجمعة اللي فاتت، الجمعة 8 مارس، خصصنا أنه يكون كله حديث عن البابا شنودة، ومشارك في الكتابة فيه حوالي 20 من الأباء والإخوة والأخوات، يعني شيء مليان حلو خالص. كل دي وسائل تكريم بنقدمها، لكن أكبر تكريم هو سيرته المقدسة اللي بنحتفل بها. أعتقد يا سيدنا ده بالطبع المتوقع من قداستك ومن الكنيسة، لكن خليني أسأل بقى عن السنكسار. هل قداسة البابا هينضم للسير العطرة في السنكسار؟ حضرتك عارفة أن البابا كيرولس لغاية دلوقتي لم ينضم للسنكسار. صحيح، لو أراد ربنا وعشنا يضم البابا كيرولس في 2021، في مارس 2021. ليه؟ الكنيسة لها حكمة بالغة في هذا الأمر، بتقول إن كل إنسان يمكن أن نحكم على قداسته، بس مش في وقت زمن انتقاله، لأن في وقت زمن انتقاله بتبقى العواطف ملتهبة والمشاعر حاضرة، فلألا تكون هذه المشاعر أو هذه العواطف وقتية أو متعلقة بالحدث، وانت حضرتك عارفة ان احنا شعب عاطفي يعني. أكيد فهم. فبتقول لي يجب أن ننتظر 50 سنة، ال50 سنة دي تكون المشاعر هدأت وظهرت وعاشت سيرة هذا الإنسان. إن استمرت، المجمع المقدس بيعمل لجنة بيجمع فيها كل ما قيل عن هذه الشخصية ويقدم للمجمع ويعترف بقداسته،
ممكن ساعتها يضاف للسنكسار. فالبابا كيرلس اللي تنيح في 9 مارس 71 بنعمة المسيح لو أراد ربنا وعشنا يعترف بقداسته في عام 2021 بعد مرور 50 سنة. البابا شنودة حاضر في وسطنا يشفع فينا ويرفع صلوات من أجلنا. ولو إذا لم يكن المسيح قد أتى فالاحتفال يبقى بقداسة البابا شنودة سنة 2062 اتنيح في 2012 يبقى 2062 عشان تبقى 50 سنة بالتمام. الله يعطي العمر للجميع يا ربي. سيدنا ويثبتك على كرسيك. قداسة البابا بمناسبة ذكر قداسة البابا كيرلس, وإحنا طبعا في شهر مارس بنحتفل بذكرى نياحة قداسة البابا كيرلس وقداسة البابا شنودة. وقداستك من المصادفات أيضا الرائعة أنه في بداية المرحلة الابتدائية لقداستك عاصرت بداية حبرية قداسة البابا كيرلس, وفي بداية المرحلة الجامعية لقداستك عصرت بداية حبرية قداسة البابا شنودة الثالث. البعض بيوصف حبرية البابا كيرلس بأنها عهد الصلاة, وحبرية البابا شنودة بأنها حبرية التعليم, وحبرية قداستك بأنها حبرية الرعاية القائمة على الصلاة والتعليم. إلى أي مدى قداستك شايف ترتيب ربنا مش بس في اختيار البطريرك لكن أيضا في اختيار من يخلفه سيدنا؟ طبعا هي ترتيب ربنا أولا وأخيرا, يعني لا يدعي إنسان. أنا بنظر للعمل ده أو المسؤولية دي إنها نوع من التكليف, يعني الله يكلف الإنسان زي ما علمونا في مدارس الأحد. أبقى مثلا بخدم 3 ابتدائي يقول اطلع اخدم 6 ابتدائي مثلا, بس على النطاق أوسع شوي. يعني هي شكل من أشكال التكليف. طبعا أنا عارف إن مسؤوليات هذا المكان وهذه المسؤولية هذا المنصب مسؤوليات واسعة للغاية وكبيرة جدا, لكن أنا واثق أن نعمة ربنا تعمل وحضور المسيح موجود, وكمان صلوات الأباء الأسافة والأباء الكهنة وكل الشعب بتسند. كمان أنا أؤمن بفكرة العمل الجماعي, عمل واحد لوحده دي وتر واحد ما يطلعش نغم. فأنا زي ما الكنيسة بتعلمنا كل صباح هو زي ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا, وها ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين معا, ويشبههم مثل قيصارة مسبحين الله كل حين. فأنا أؤمن بالعمل الجماعي, وأؤمن أن كل إنسان يمكن أن يصلح للملكوت. يعني في الكنيسة كل إنسان يمكن أن يصلح للملكوت ويجتهد, وإن الله عندما خلق البشر ما خلقش إنسان ملوش لازمة. يعني فيش إنسان ملوش لازمة, أمال خلقه ليه؟ ده خلقه له دور وله مسؤولية وله عمل. فأنا كل المفاهيم ده هي أؤمن بيها ويعني وأشعر بيها خالص. فإذا كان عهد البابا, وده اختصار طبعا شديد, عهد البابا كيرلس للصلاة لكنه صنع أمور كثيرة. أكيد الكاتدرائية العظيمة اللي احنا فيها دي ما أنشئت في حبريته. أكيد ظهور العذراء مريم كان في حبريته في الزيتون. صحيح إرجاع عرفات القديس ماري مرقس في حبريته. إنشاء دير مريمينا في بداية حبريته. صحيح البابا شنودة عصر التعليم, صح التعليم جزء كبير في شخصيته, لكن أسس كنائس وأسس أديرة وقام بزيارات وفتح مجالات للكرازة في أعمال كتيرة. بيقولوا إن الفترة دي تبقى فترة للرعاية, والرعاية تعتمد على الصلاة وعلى التعليم, وده شيء حلو ومطلوب, لكن كمان الرعاية علشان تنجح لازم يبقى شيء منظم. حضرتك عارفة في معجزة إشباع الجموع المسيح لما أراد يطعم كل هؤلاء ليشبعوا قال لهم كده اتكئوا فرقا فرقا 50-50
تنظيم. يعني عدوا 50 50 50، دول كانوا ألاف. شوفي مثلا 50 5 في صف طوله 10، زي ما يكون يعني. ليه؟ عشان ما فيش حد يتنسى يضيع، وفي نفس الوقت علشان الكل ياخد، والكل ياخد نصيبه. فأنا بحس إن الشيء المهم جدا في الكنيسة النهاردة عملية التنظيم، عملية وجود سيستم عمل، وجود خطوات، وجود شيء أنا بعرفه بحسب يعني أنا أمين خدمة، دي وظيفتي. بيسموها برا في الشركات job description، اللي هي توصيف للعمل، توصيف الوظيفي. حضرتك مذيعة، دي مسؤولياتك. أنا فاكر في أثناء دراسة صيدلة برا في إنجلترا كان في حاجة اسمها الأورنج بوك. أورنج بوك جلدته أورنج وأورنج باينة كده، وكانوا يعلمونا نحطه في جيب البلطو اللي لابسين البلطو الأبيض الشمال. لو داخل أي حاجة في المصنع، أي أوضة، أي صالة إنتاج، أي مكتب، أفتح الأورنج ده قبل ما أخش وأقرأ هتعمل كذا وتلبس كذا وتقلع كذا خطوات وهتمشي كذا وتقعد في المكان ده قد كده، مثلا عشان يحافظوا على الاستراليزيشن اللي هو التعقيم بتاع المكان وهكذا. فالنظام ده حاجة حلوة خالص. النظام ده، عارف حضرتك لما بنصلي في أبانا الذي نقول كما في السماء كذلك على الأرض، يعني أنا عايز زي ما في السماء يكون موجود على الأرض. السماء منظمة جدا، وقري سفر الرؤية، السماء نقية جدا زي ما بيوصفها الكتاب. مفروض الكنيسة تبقى كده، منظمة جدا ونقية جدا. سيدنا الله وكفى، أعتقد كده أنه هو كتاب قداستك المفضل زي ما استنتجت. يعني هو كتاب من الكتب الحلوة طبعا، عنوانه جميل. صحيح، عنوان الكتاب يؤثر. صحيح يا سيدنا. ده يخليني بقى أسأل قداستك، بما أني قداست البابا شنودة كان مش بس كاتب، لكن كاتب وشاعر وصحفي، بجانب طبعا أنه كان معلم واعظ، إيه أهم قصيدة مقربة لقلب قداستك؟ إيه أهم مقالة؟ إيه أهم مقولة؟ إيه أهم عظة؟ إيه كمان أجمل نصيحة يا سيدنا أو توصية من قبل قداسة البابا، سيان لقداستك بصفة شخصية أو في العموم يا سيدنا؟ أكبر نصيحة اللي هي عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية. الله. عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية، دي عبارة من العبارات الجميلة. بالنسبة لقصائد الشعر، طبعا في كذا قصيدة بتأثر بها جدا. قلبي الخفاق بلا شك، لأنها قصيدة رهبانية. هوز الثوب خزي، بيحكي موقف وبيسجله برقة بالغة. كيف أنسى، كيف أنسى دي حتى التلحين الموسيقي بتاعها ممتع يعني، وفعلا إنسان يتخاطب مع نفسه. ربما دي أهم القصائد اللي أتذكرها وأحبها وأحب أسمعها وأحب أقراها كمان. وهي مميزة جدا يا سيدنا بالفعل. هل قداستك بتتذكر مقالات معينة أو عظات معينة؟ مثلا لما البابا يتكلم عن بعض الشخصيات، زي شخصية مثلا حبيب جرجس، يتكلم عليه بروح متدفقة جدا. يعني وده بعتبره شكل من أشكال الوفاء الجميل. لما بيتكلم على بعض الشخصيات الكتابية زي إبراهيم أبو الآباء وزي أمنا العذراء مريم، دي كلها عظات أو مقالات حلوة خالص. كمان من الحاجات اللي بتعجبني وإن كانت قليلة، لما كتب عن الطفولة، بعض المقالات في الأهرام تعامل مع الطفولة، وعامل كتاب صغير كيف نعامل الأطفال من الكتب اللطيفة الصغيرة. يعني ده مجال حلو. أما الحاجات اللي كنت أتعجب منها،
أن البابا يعمل كتاب عن المسابقات والأمثال والأقوال المقصورة، وده نوع من التغذية للشعب بطريقة حلوة. يعني أنا كنت ببقى فرحان بيها خالص، واستخدمت في الكتب دي كتير في الخدمة، لكن الحقيقة كنت أتعجب أنه يلاقي وقت بس مش للعمل الروحي، لكن كمان للعمل الاجتماعي والعمل التثقيفي بصفة عامة. سيدنا، أنا كنت شرفت بسؤال نيافة الأنبا باخوميوس قبل ذكرى 40 قداسة البابا، هل قداسة البابا مذاكرات أم لا؟ فسيدنا وقتها قال لي أنه كل مقتنيات قداسة البابا ستترك كما هي لحين وصول البطريرك القادم، وإحنا في بركة وشرف لقاء البطريرك، فهل قداسة البابا مذاكرات ستنشر قريبا؟ أنا لغاية النهاردة لم أعثر على شيء، لكن أنا ما شفتش كل شيء. مثلا ممكن تقولي شفت 5% بس، يا خبر، 5 أو ربما أقل كمان. يعني في حاجات كتيرة خالص أنا ما فتحتهاش ولا شفتها خالص، يعني أوض كاملة ما فتحتهاش. ف يعني الوقت يكشف، لسه ما فيش حاجة معينة. أكيد يا سيدنا. سيدنا، حابة أن أنا أختم مع قداستك بمدرسة الحب والوفاء والإخلاص اللي يمكن فتحت أبوابها على مصر عيها زي ما بيقولوا يوم قداس القرعة الهيكلية. وقت ما شفنا قداستك بتسرع بزيارة مزار قداسة البابا، بعدها في القداس الإلهي في السيامة والتجديس، قداستك ونيافة الأنبا باخوميوس أيضا كان في مشاعر حب ووفاء وإخلاص رائعة. يعني الحقيقة الموضوع ما توقفش عند هذا الحد، لكن بنفاجأ أنه في إبقاء على تمثال قداسة البابا في المقر كما هو، في صورة رائعة بتجمع ما بين قداستك ونيافة الأنبا باخوميوس وقداسة البابا شنودة مثلث الطوبة والرحمات، في الاحتفاظ بالصور التذكارية الرائعة لقداسة البابا شنودة الثالث على جدار مكتب الاستقبالات كما هي لم تمس. ده يخليني أقول لقداستك من قلبي أنه بالفعل أنتوا بتعلمونا يا سيدنا، قداستك بتعلمنا فعلا، مش بس كده، لكن قداستك بتشير لنا أنه القيادة الروحية شتان الفرق بينها وبين الزعامة السياسية. ومن هنا الختام على أهم إنجازات قداسة البابا عبر قيادته الروحية، لو حبينا نختم بها سيدنا في جمل معدودة، قداستك تقول لنا إيه؟ البابا شنود، أولا أنا عايز أقول لحضرتك، هو الإنسان من غير الوفاء، يعني إذا غابت قيمة الوفاء يبقى إيه بقى؟ ده أحيانا الحيوان زي الكلب يبقى أكثر وفاء يعني. فالوفاء ده يعطي مشاعر طيبة، مشاعر حلوة، ومشاعر بتعلم، وبعدين هي مشاعر حقيقية. ولازم نعرف أن الحياة قائمة على أب يعلم تلميذ، والتلميذ يكبر يبقى أب ويتلمذ، مش كده؟ هي الحياة كده. والحياة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ده، أنا عايز أقول لحضرتك معلومة مهمة هنا. الكنيسة فيها الثلاث درجات، الأسقف، القس، الشماس، دي اسمها الدرجات الكهنوتية أو الرتب الكهنوتية، خلاص؟ دول التلاتة، التلاتة دول اللي بناء عليهم بنشوفهم في حياتنا اليومية، فيه الجد والأب والحفيد، ونشوف في حياتنا الجامعية في حامل الدكتوراه، حامل الماجستير، حامل البكالوريوس أو الليسانس. صحيح، هو ده النظام، ده نظام في الكنيسة. فالوفاء شيء يعطي إنسانيتنا معنى، ويجعل إنسانيتنا بالحقيقة إنسانية. الله يسعدك. وعشنا ويا البابا شنودة هذه الأعوام الطويلة، وتمتعنا بحبريته وبخدمته وبقدوته وبنظرته وبابتسامته، حتى بالكلمات الطريفة اللي كان دايما يقولها ويعني يضحك فيها ويا الناس كده ويفرحهم، حضوره مفرح. طبعا بلا شك حصر إنجازات البابا مش ممكن خالص، لكن يعني أنا بشبه نفس التشبيه، يبدو غريبا شوية، لو أنا افترضت أن التاريخ مثلا
منذ أن تجسد السيد المسيح لغاية النهاردة حوالي 2000 سنة. هذا التاريخ حدثت فيه أحداث كثيرة جدا متنوعة. تصوري خدنا عينات من هذه الأحداث وحطناها في فترة حبرية البابا شنودة، فبعتبر أن هذه الفترة هي مختصر للتاريخ. يعني مثلا في تاريخ البابا شنودة أنه كرم الأستاذ نجيب محفوظ كحامل لجائزة نوبل مثلا. مثلا زار مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال، السرطان عند الأطفال، صحيح. دي حاجة. مثلا زار الجبهة ابان حرب 73. التنوعات دهيت. مثلا حضر مرات عديدة في افتتاح المؤتمر الإسلامي، أكيد حضر في بعض اجتماعات مثلا افتتاح معرض الكتاب القاهرة. دي نوعيات. مثلا في عهده ظهرت بعض ظهورات القديسين زي العذراء مريم. في عهده أنشئت كنائس. في عهده تأسست كليات. حصل على شهادات دكتوراه. نال جائزة أعظم واعظ. ألف ما يقرب من 150 كتاب وترجمت بعضها إلى لغات عديدة. وضع شعرا، وضع نثرا، وضع مقولات تؤخذ منه. يا ربنا موجود مقولة، مسيرها تنتهي مقولة، كل الخير مقولة. وضع بعض الأقوال المأثورة ليرددها العالم كله. مصر ليست وطن نعيش فيه وإنما وطن يعيش فينا. العالم كله يقول بقت كلمة مأثورة لقداسة البابا شنودة. هو في إيه في التاريخ حصل وما حصلش في حبرية البابا شنودة؟ في زمنه مثلا قامت حرب 73. في زمنه تم اغتيال رئيس. صحيح. مش كده؟ حضرتك اقعدي قيسي كل أحداث التاريخ هتلاقي لها ظلال في فترة البابا شنودة. فهو اللي يدرس فترة التاريخ دهيت كلها سيجد مختصر لكل أحداث التاريخ الطويل عبر 2000 سنة مختصرة في 40 سنة دهيت. في إنجاز آخر سيدنا أن هو اختار قداستك وتم صيامة قداستك في عهد أسقف علشان يعرفنا بقداستك سيدنا. منا واحد من ضمن أباء كتيرة حط علينا الإيد واختارنا ويعني ما هو ده بقى عمل الروح، عمل الروح اللي بيشتغل في الكنيسة بحالها. ودي حاجة مهمة جدا لازم نثق فيها، إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، والله يدبر وبيدبر في كل يوم وفي كل لحظة، دبر الأشخاص وبيرتب. ده أنا لو حكيت لحضرتك بس في الثلاث أربع شهور اللي من ساعة ما ابتديت المسؤولية، الله يدبر حاجات ما تبقاش في الاعتبار. أديك مثال صغير إنجاز يعني إن سمح الوقت. اتفضل. يعني مثلا أنا عمال أفكر بعد رسامتي أزور الأديورة، أبتدي بأنهي دير؟ ما لازم أحسبها. يعني أزور أنهي دير؟ طب واختار كل الأديورة حلوة وعايز أزورها. طب أختار أنهي دير؟ لغاية ما جه الدكتور فوزي استفانوس، وده أستاذ، هو أستاذ طبيب لكن في نفس الوقت مهتم بالتاريخ الكنسي، وجه يعرض علي على مؤتمر لوحده كده، بيعت مؤتمر عن تاريخ منطقة الدير المحرق. كويس. أنا عمال أسمع منه وهو بيعرض الأوراق، لكن مخي عمال يفكر هي دي صوت ربنا ليا؟ هو ده استجابة للصلوات اللي أنا أختار أنهي دير؟ بعد ما خلص سألته سؤال، البابا شنودة افتتح المؤتمر، ده المؤتمر السادس، قال لي افتتح مؤتمر او اتنين. قلت له طب انا هاجي لكم. الراجل بص لي وافتكرني يعني اقولها كلمه كده، قال لي فعلا هتيجي؟ قلت له بس ما تقولش دلوقتي، بس اعتبرت انها اجابه من عند ربنا
والحمد لله رحت الدير وقضيت وقت حلو جدا، وأباء رهبان رائعين وأسقف الدير نيافة الأنبا ساويرس ربنا يمسيه بالخير، وقضيت وياهم سهر التسبحة وصلينا ويا بعض، وكان في أباء أسقفة وقضيت يوم أنا نفسي ما نساوش، وافتتحنا المؤتمر وقابلت الشعب وقعدت ويا الرهبان، كل ده في 24 ساعة. عايز أقول لحضرتك إن هو ربنا اللي بيدبر، فعلا هو اللي بيدبر كل شيء خالص. أكيد يا سيدنا. في الختام مشاهدينا، لقد أحباها حتى المنتهى وبذل كل ما في وسعهما عربون حبهما لها، ولم لا، فهل هناك محبوبة أعظم منها؟ بالطبع لا. المحبوبة الكاملة هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أما المحبان المحبوبان في الوقت ذاته هما قداسة البابا المعظم مثلث الطوبة ورحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذي بوركنا وشرفنا بالحديث عنه اليوم في الذكرى الأولى لنياحته، والمحب والمحبوب الآخر هو قداسة البابا المعظم البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أيضا استمتعنا وشرفنا وتباركنا بالاستماع لقداسته. زي ما في البداية دعيت حضراتكم علشان ترحبوا معايا بسيدنا، أكيد في الختام لازم أدعو حضراتكم علشان تشكروا من كل قلوبنا سيدنا. سيدنا أنا بشكر قداستك جزيل الشكر على الوقت الثمين، لأن أنا عارفة أن قداستك مسافر بعد حوالي يمكن 4-5 ساعات. بشكر قداستك على الحوار المميز، بشكر قداستك على سعة الصدر والمحبة وعلى مدرسة الحب والوفاء والإخلاص. جزيل الشكر سيدنا. أنا بشكرك على أنك حضرتك ذكرتينا بذكريات جميلة وعشنا في جو ذكرى البابا شنودة، صح ورحل بالجسد لكن الذكرى مفرحة، أن احنا نتذكر أحبائنا وأبائنا اللي خدمونا وتعبوا ويانا وكبرونا على أيديهم، وده كله أمر مدعاة للفخر ومدعاة للفرح ومدعاة لتواصل الأجيال من جيل إلى جيل. بشكر حضرتك كتير. كل الشكر لقدستك سيدنا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.